الدخول بمفاوضات مع منظمة أوبك لزيادة حصة العراق النفطية، يعني أنا أعتقد أنه من الضروري جدا. إحنا المشكلة الآن العراق هو يبيع أقل من حصته النفطية، حصته النفطية 1,800,000، هو الآن في شهر أيلول كان 1,600,000 برميل، يعني فرق 200,000 برميل عن الحصة الرسمية. إعادة النظر بالعلاقة مع أقليم كردستان، لأنه كثير من الموارد الإقليم لا تعود إلى الحكومة المركزية، سواء صادرات النفط 250,000 برميل أو الإيرادات الجمركية عبر منافذ الإقليم أو الإيرادات الضريبية. هذه الإيرادات السيادية يفترض أن تعود إلى الحكومة المركزية، لأنه إحنا بالمقابل الحكومة الاتحادية تدفع جزء من رواتب موظفي الإقليم. الحكومة العراقية لم تشهد عجزاً بهذا القدر الكبير الذي تجاوز 50 مليار، وأعتقد اليوم الحكومة تتجه باتجاه المنقذ لسد هذا العجز من خلال الاقتراض الخارجي والداخلي، وهذا حقيقة ليس حلاً، بل يبين بأنه ضيق رؤية الحكومة إذا ما بنت بناء السياسة المالية للدولة العراقية بخصوص الاقتراض. أعتقد هنالك خيارات أمام الحكومة التي من ضمنها قضية المنافذ الحدودية والاتصالات والمنتجات والصناعات الغير نفطية والزراعية والسياحة والكثير من القطاعات، حتى القطاع الاستثماري.